اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معنا النهارده غرفه سفره مودرن باللون الزيتي في اللون الاسود. الغرفه مدلها صغير تناسب الشقق الصغيره. اللون الاسود في زيتي جديد. اللون الزيتي اصلا موضه معانا 2023 2024. اللون الاسود جديد في غرف السفره. انا عامه ما بحبش اللون يبقى غامق في غامق، يعني كنت افضل ان اللون الخشب يكون ابيض او اوف وايت او شامبين جولد. بيفتح الغرفه وبيديها مساحه اكبر. بس هي اللون جديد. اتمنى غرفه النهارده تكون عجباكم. متنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعلوا الجرس، وقولوا لنا ايه رايكم في اللون الاسود في الزيتي.